دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتنظم جامعة الدول العربية بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان المكتب الإقليمي للدول العربية بالقاهرة ورشة عمل حول متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية العربية متعددة القطاعات لصحة الأمهات والأطفال والمراهقات 2019-2030. وبيأتي انعقاد الورشة اللي بتستمر لمدة يومين في إطار التعاون والتنسيق القائم بين الأمانة العامة للجامعة العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان المكتب الإقليمي للدول العربية بالقاهرة، وتفعيلاً لخطة التعاون الموقعة بين الجانبين خلال شهر يناير الماضي. النهاردة هيحيي الفنان علي الحجار والفنان محمد الحلو حفل غنائي احتفالاً بمشوار الموسيقار الراحل عمار الشريعي على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية. النهاردة هينظم المجلس الأعلى للثقافة لقاء ثقافي بعنوان الشباب والهوية في ظل مستجدات العصر، ومن المقرر أن يعقد في الساعة 11:30 صباحاً بقاعة مؤتمرات المجلس الأعلى للثقافة. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة 24 من عمر المسابقة. هيلتقي المصري مع إمبي في الرابعة عصراً، في 7 مساءً هيلتقي المقاولون العرب مع فاركو، في نفس التوقيت هيلتقي زد مع الاتحاد السكندري.